الموسم يسليقوا لشعوب. في التوقيت الحرج قبل 3 أسابيع من فتح صناديق الاقتراع للانتخابات العامة، كشف الإعلام الإسرائيلي أن جهاز الشباك أبلغ رئيس الأركان السابق ورئيس حزب أزرق أبيض المرشح لرئاسة الحكومة بيني غانتس أن الاستخبارات الإيرانية نجحت في اختراق هاتفه المحمول. الكثير من الأسفين والنميمة والسكاكين السياسية وراء قصة اختراق إيران لهاتف غانتس المحمول، والسؤال ما الذي نجح الإيرانيون في سحبه من هاتفه؟ لقد نجحوا في سحب كتابات محرجة جدا لغانتس وأعضاء حزب أزرق أبيض. الكشف الدراماتيكي في توقيته ومضمونه من شأنه بحسب مراقبين إعادة خلط أوراق المعركة الانتخابية والتسبب بضرر لغانتس الذي سارع إلى محاولة الحد منه عبر التقليل من أهميته ووضعه في إطار المناورات السياسية ضده رغم موقفه الحرج أمنيا وسياسيا. ليس هناك تهديد أمني وليس هناك أي مادة أمنية ولست عرضة للابتزاز بأي شكل من الأشكال. لا أعتقد أبدا أن بيني غانتس هو القصة ولا أعتقد أن هاتفي هو القصة. أحدهم أنتج قصة سياسية ونميمة هادية تماما. أعرف أنني أدفع أثمانا باهظة وأعرف أنني ألعب مع أشخاص قواعدهم الأخلاقية في الحضيض. خطورة اختراق هاتف رئيس أركان سابق لا تقتصر بحسب مراقبين على نجاح إيران في امتلاك معلومات عن شخص كان يمكن أن يكون رئيس حكومة إسرائيل أو وزير أمنها، بل في إمكانية ابتزاز مستقبلي يمكن أن يستخدمه الإيرانيون في الوقت المناسب لهم.